جرائم عصابات داعش الإرهابية بحق المدنيين في الموصل وتل عفر وسنجار وآمرلي وبقية المناطق التي سيطرت عليها اتسمت بحسب قانونيين ببشاعة فريدة جعلت منها إبادة جماعية بحق الجنس البشري، تحتاج إلى تفعيل في المحافل الدولية وموقف مسؤول من المنظمات الإنسانية حول العالم. هاي جرائم إبادة جماعية، وإلا لو أكو خصومة بين شخص وشخص تنتهي الجريمة فردية تصير، بس مو يجي يقتله ويقتل أفراد أسرته، مو يجي يقتل رجل كبير السن ويقتل طفل بدون سبب. والمفروض يحدث تدخل دولي وبتوجيه من الأمم المتحدة للإطلاع على هذه الجرائم وإنصاف المظلومين. 300 من أعضاء نقابة المحامين في النجف تطوعوا للترافع عن ضحايا إرهاب داعش ممن نزحوا إلى محافظة النجف على أمل تفعيل هذه الشكاوى دوليا في مرحلة لاحقة باعتبارها جرائم إبادة جماعية بحسب القانون الدولي. تطوع أكثر من 300 محامي لتبني قضايا المهجرين الوافدين إلى محافظة النجف الأشرف، تم تدوين أقوالهم من قبل السيد قاضي التحقيق ومن ثم عرضها على المحكمة الجنائية المركزية، هذا من جانب. ومن جانب آخر سيتم مفاتحة المحاكم الدولية تحريك دعاوي إبادة جماعية. النازحون الذين فروا تاركين بيوتهم وأملاكهم طلبا للنجاة من إرهاب لم يشهد له العالم مثيلا حتى في زمن المد النازي والفاشي، حضروا إلى محكمة النجف لتدوين أقوالهم أمام القضاء وإقامة دعاوى ضد أشخاص وجهات يحملونهم مسؤولية ما حصل بحقهم. هجرونا، نهبوا أموالنا، نهبوا حتى أعراض العالم، تعدوا على اعراض العالم، اشخاص معروفين بتل عفر. احنا قمنا دعاوي عليهم على هذول المجرمين، خلي نعرفهم، نعرفهم حق المعرفه، نعرفهم من فلان عشيره فلان ابن فلان. ذبحين قاطعين راسه بصفحه والجثه بصفحه، وزين البيت يهدمونه يفجرون، والمساجد يفجرونه. زين الحرمه عجوزه، يعني عجوزه عجز، يعني ما لها شيء، وهم ذابحين وهم ساتين الشارع. النازحون المشتكون استغربوا من عدم تعامل المجتمع الدولي مع مآسيهم بنفس الدرجة التي تعامل بها مع جرائم داعش ضد الأقليات في مناطق أخرى من العراق. الناشد الدولة والناشد النواب اللي يمثلون بالدولة أن يقومون مثل النواب السنجار، مثل النواب الأكراد، مثل النواب يعني احنا بالنسبة لنا تركمان الشيعة احنا مظلومين من كل الجهات، مظلومين احنا. هاي اليزيدية هاي البنية يعني بس دمعتين بالبرلمان وشوفوا الامريكان خبص الامة عليها، اشو نحن شنو؟ يعني مو بشر نحن، شنو السالفة؟ وبعد ان دونت اقوالهم قانونيا وقضائيا امام المحاكم المختصة، يأمل النازحون ان يتم تفعيل هذا الملف على المستوى الدولي باعتباره ابادة جماعية للجنس البشري. من داخل محكمة النجف راجي نصير، الحرة.